السؤال الثاني يا عبد الله. صلي على جنازة ولم يكبر الإمام إلا ثلاث تكبيرات، وتابع المأمومون إمامهم ولم ينبهوه على ذلك، ودفنوا الميت، فماذا عليهم الآن؟ شكرا يا عبد الله. ما صحة الصلاة؟ لأن من شروط صحة الصلاة أو من أركان صلاة الجنازة التكبير عليها أربع تكبيرات. فإذا كان الوقت قريب يصلون عليها بعد الدفن، يصلون عليها صلاة تامة بعد دفنها ويستدركوا ما حصل. نعم.